السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم الرندة مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هذا الدرس، تيجي زوين، نتمنى أنه يعجبكم. أنا خدمت هنايا من قبل باش نوريه لكم، ودابا إن شاء الله غنخدمه معكم من الأول في الكم الآخر. أنا كيف ما قلت لكم من قبل، كنلاقي الكمام من الجنب وكندرسهم، عاد من بعد كنجمع الجلابة أو القفطان. أنا غنبدأ معكم هنايا. بالنسبة لهنايا أنا برمت الحرير على ثلاثة الشعرات، والبرا غنخدم بالبرا النمرة ستة. أنا قربت لكم باش يبان لكم مزيان. كنجيو لهنا لهاد الملاقي هذه اللي لاقينا بها وكنبداو، غنهز عوينة من هاد الملاقي هذه، كنهزو هاد العوينة هذه ديال الحرير، غنشدو في التوب، نرجعوا في هاد العوينة، كنخدمو الخدمة ديال راندا، يعني كنلويو على البرا غير لوية وحدة، نعود نشد في التوب، كنبقاو نزيدو من هنا من جهة التوب، وغنرجع في هاد العوينة اللي عندنا من قبل، غننزل مع هاد العوينات نتوما ها وحدة. جوج، ملي كنشدو في التوب كنزيدو عوينة من هنا، واحدة جوج ثلاثة، غنرجع مع هاد العوينات نشد في التوب، نزيد عوينة من هنا، وكنرجعو في دوك التلاتة اللي كانوا عندنا، غنرجع مع هاد العوينات فيما كنشدو في التوب، كنزيدو عوينه وكنبقاو نخدمو حتى نكملو القياس اللي حنا بغينا. هنا غنخدم انا الهرم ديال ستة، دابا ولاو عندنا خمسة، هانتوما غنزيدو دابا هنا وحدة ها وحدة ها جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، غنرجع مع هاد العوينات غنشد في التوب، غنزيد عوينة من هنا، دابا غيوليو عندنا ستة ها وحدة ها جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة، دابا غنرجعو مع هاد العوينات هانتوما. دابا ملي كملنا هاد الهرم هذا، غنجيو لهنا للتوب، كنضربو هاد الضربة هادي، كنثبتو بيها هاد الهرم، وكنضربو هاد التانية وهاد التالتة، غنبداو وحدة جديدة، كنرجعو في هاد العوينة هادي، غنعاود نرجع في هاد العوينة ونشد في التوب، غنزيد عوينة من هنا كيف ما درنا هنايا، ونهز هاد العوينة اللي كانت عندي من قبل،
دابا ملي خدمنا حتى لهنا هانتوما هنا كنحسبوا هاد العوينات اللي عندنا هنا في الجنب ديال هاد الهرم. هنا عندنا ها وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، حتى هنا غيجيونا ستة العوينات في هاد الجهة. دابا خدمناها وحدة، وهنا فين غنخدمو التانية ما غنزلوش دابا، غنجيو لهنا لهاد الجهة هادي غنحسبوها وحدة ها جوج، غنجيو لهاد التانية هادي وغنخدمو فيها. ما كنزيروش هاد الخيط باش ما كتجيناش هاد الدرسة هادي عوجة. صافي دابا غنعمر في هاد القوس هذا، غنخدم سنينات. هانتوما غنهز هاد العوينة وغنلوي جلويات على البرا، واحد جوج، وغنرجع في نفس العوينة وغنحبك على هاد السنينة. ها وحدة، غنخدم وحدة اخرى بنفس الطريقة، غنرجع في هاد العوينة غنلوي جلويات على البرا، ورجع في نفس العوينة ونحبك على هاد السنينة هادي. نزيد وحدة بنفس الطريقة، ثلاثة، غنزيد وحدة حتى يوليو عندي ربعة. نرجع في هاد العوينة هادي نلوي جلويات، ونرجع في نفس العوينة ونحبك على هاد السنينة هادي. ملي كملت ربعة سنينات غنثبت الخيط هنا بحبكة، غنحبك هنا في هاد الخيط. دابا غنزل مع هاد العوينات، غنشد في التوب، وما نساوش نبقاو نزيدو هنا دائما عوينة، واحد جوج ثلاثة، غنرجع فيهم نشد في التوب ونزيد عوينة ونخدم في هاد العوينات اللي كانوا عندنا من قبل. هاد العوينة هادي ما خدمتش فيها، ما دزتش لهاد الجهة هادي، خدمت هادي وغنجي حتى لهادي عاد غندوز. دابا غنجي مع هاد السنينات هادو، غنهز هاد العوينة ديال هاد السنينات، غندوز اللي حداها، هنا غنخلي هاد العوينة هادي وغنشد في هادي اللي حداها. دابا ملي غنبدا راجعة غنبدا نخدم في السنينات بنفس الطريقة اللي خدمت من قبل، غنهز هاد العوينة هادي نلوي جوج لويات على البرا، ونرجع في نفس العوينة ونحبك على هاد السنينة هادي. غندوز العوينة الأخرى جوج لويات، نرجع لنفس العوينة ونحبك على هاد السنينة. في الأول درنا ربعة سنينات، هنا غيجيونا خمسة، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. وضروري نضربوا هاد الضربة هنا في هاد الخيط. غنكمل غنزل مع هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة. أنا هنا الخيط قصار، غندخله هنا في التوب، غنركب خيط جديد وغنرجع ليكم. غنجي للبلاصه فين تقاد ليا الخيط وغنركب الخيط جديد، غنهز هاد العوينه هادي ديال الحرير، وما نساوش نزيدو هاد العوينه اللي كنزيدو من هنا، ونخدمو هاد السطر عادي الخدمه ديال الراندا.
غنرجع مع هاد العوينات. دابا ولاو عندنا خمسة، ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. غنشد في التوب، نزيد عوينة من هنا ونكمل هاد العوينات. ملي كنوصل لهنا غندوز لهاد الجهة هادي في هاد العوينات هادو ديال هاد السنينات بهاد الطريقة هادي. دابا غندوز للراس ديال هاد الهرم هذا، هاد العوينه الاخرى. هانتوما الا لاحظتوا كنخليو العوينه الاولى ما كنخدموش فيها، وكنخدمو في الثانيه، كنخليو الثالثه، كنخدمو في الرابعه، وكنخليو هاد الخامسه، وكنخدمو في هاد الاخرى هذه اللي هي السادسه. هانتوما دابا غنرجع في هاد الخويطات هادو اللي عندي هنا، غنخدم السنينات بحال هادو اللي خدمنا من قبل. غنرجع لهاد العوينه، غنلوي جوج لويات، ونرجع نفس العوينه ونحبك على هاد السنينه. كندوز مباشره للخيط اللي حداه بنفس الطريقه، غنزيد العوينه، غنلوي جوج لويات على البره ونحبك على هاد السنينه هادي بنفس الطريقه. السطر الاول جاونا فيه ربعة سنينات، السطر الثاني جاونا فيه خمسة، وهذا جاونا فيه ستة، يعني كل سطر كنبقاو نزيدو سنينة. وضروري نضربوا هاد الضرب هادي ما نساوهاش، عاد نكملوا هاد العوينات اللي عندنا هنا. هانتوما تجي على هاد الشكل هذا. دابا مباشره غنكملوا الخدمه ديالنا. نقطعت هاد الخيط، هانتوما تنشدو هنا وحده، جوج، ثلاثه. هنا غنبداو هرم جديد، تنهزو هاد العوينه وكنرجعوا فيها، نشدو في التوب، نزيدو عوينه ونرجعوا في اللي كانت عندنا من قبل. هنا غندوزوا لهاد الهرم هذا، كنخليو هاد الاولى وكنجيو للثانيه. في هاد الخيط هذا غنخدمو ربعة سنينات، كنلويو على البرا جوج لويات في نفس العوينه، غنحبكو على هاد السنينه بنفس الطريقه. غنخدمو ربعة، ها هما ربعة سنينات. ما نساوش ضروري نضربوا هاد الضربه الاخيره في الخيط وننزلوا مع هاد العوينات. نتمنى انه يكون واضح ليكم. ننشد في التوب، نزيد عوينه، نخدم هاد العوينات اللي عندنا من قبل، ونرجع مع هاد العوينات.
مكتوب ضروري نزيد عوينة من هنا. هاد السطر الرابع غندوز الهرم الاخر بنفس الطريقة، غنشد في هاد السنينات هادو بربعة غنجي لهنا غنخلي هاد العوينة ونشد في هادي، نرجع في هاد الخويطات اللي عندي نخدمو السنينات ويجوج لويات على البرة ونرجع في نفس العوينة ونحبك على هاد السنينة. وضروري نضربوا هذا الضرب الاخرى. صافي غنزل مع هاد العوينات اللي كانوا عندي اربعة العوينات، غنبدل الخيط. انا هنا كندير الخيط قصير غير لحقاش التليفون قريب ليا ما كنصيبش كيفاش نهز ايدي. بالنسبه ليكم نتوما راه ديروا الخيط طويل غيخدم ليكم شويه عاد من بعد تبدلوه. غنجي لنفس البلاصه اللي تقاد ليا من الخيط ونركب خيط جديد، نزيد عوينه من هنا ما نساوش هاد العوينه اللي كنزيدو، ورجع نفس العوينات اللي كانوا عندنا. تنوصلوا لهنا وكنرجعوا، دابا ما كندوزوش لهذا الهرم الثاني حتى كنخدموا سطر. نشد في التوب، نزيد عوينه ونخدم في هاد العوينات اللي كانوا عندنا من قبل. دابا غندوز لهاد الهرم هذا، غنشد في هاد السنينات هادو، نحاولوا نهزو هاد العوينه كامله باش تجينا الخدمه نقيه. هانتوما غنجيو لهنا لهاد العوينه هي الاخرى اللي كتبقى لينا في هاد الهرم، تنشدو فيها وكنخدمو في هاد الخويطات اللي عندنا هنا السنينات ويجي لويات، ونرجع في نفس العوينه ونحبك على هاد السنينه هادي. ندوز لهاد الخويط الاخر، نهز هاد العوينه لويجوج لويات، الخدمه ديال السنينات راه ساهله وتيجي هذا الدرس زوين. ضروري ملي نكملوا هاد السنينات هادو نحبكو هنا في هاد الحبكة، ضروري غنكمل هاد العوينات اللي كانوا عندي من قبل. وهذه هي الطريقة، كنبقاو غاديين بهاد الطريقة هادي حتى كندورو مع الكم كامل او القب كامل.
مهم اخواتي، هذا هو الدرس، تيجي على هذا الشكل. كنبقاو غادي من نفس الطريقه حتى تندوروا مع الكم كامل. نتمنى انه يعجبكم، نتمنى ان الطريقه الشرح ديالي تكون واضحه. ما تنساوش الا كنتو اول مره غتزوروا القناه تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الاعجاب وتخليوا لي تعليق. وشكرا لكم بزاف، وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.